وبشأن توقيع اتفاقية التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج بشار الشلبي. أستاذ بشار، مرحبا بكم. برعاية أمريكية، تطبيع رسمي بين الكيان الصهيوني والبحرين والإمارات، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة وأيضا تأثيراتها على مشروع القضية الفلسطينية؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. هذه خطوة في مسلسل لبيع القضية الفلسطينية ولتصفيتها، وخاصة أنه منذ أن جاءت الإدارة الأمريكية الجديدة متمثلة بترامب وإدارته، وهي تحاول العمل على شطب القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها. طيب. فمن صفقة القرن إلى الاعتراف ب القصمة للكيان الصهيوني والاعتراف بيهودية الدولة إلى غير ذلك، ووصولا إلى هذه الخطوة بعد أن فشلت الإدارة الأمريكية في أن تنتزع من الفلسطينيين أي موقف مؤيد لهذه الإجراءات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وضد حقوقه، فذهبت إلى خطوة تعتبر شكل من أشكال القفزات غير المحسوبة. طيب. خدمة الأجندة الأمريكية المباشرة لترامب والأجندة الصهيونية لنتنياهو، فحصل هذا الاحتفال الذي هو أقرب إلى المهزلة. طيب. احتفال يحتفل نتنياهو وترامب بتوقيع اتفاقات تطبيعية بين الإمارات والبحرين من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى. هذا هو المشهد، وهو مشهد هزلي لا ينم حقيقة عن ركازة لدى السياسة الأمريكية، فضلا عن أن تكون ركازة لدى نتنياهو الملاحق بقضايا الفساد المهزوم فعليا بالمعنى الصهيوني. 3 انتخابات في سنة واحدة لهذا الكيان. الكيان يعاني من أزمة حقيقية في واقعه السياسي، لم يستطع أن يتقدم خطوة باتجاه ما يعتبره تهديدا من قطاع غزة، ولا حتى باتجاه ما يعتبره تهديدا من شمال فلسطين المحتلة. أستاذ بشار، ما تفضلت به يعني يصيب كبد الحقيقة، لكن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يعني قال إن ما يجري ليس اتفاقا للسلام بين حكومات، ولكنه سلام بين شعوب في الدول 3. إلى أي مدى يصح هذا القول؟ هذا واحدا من الأكاذيب والخدع التي يحاول نتنياهو تمريرها على بعض الناخبين في المجتمع الصهيوني. نعم. أما بالنسبة للأطراف العربية فهي تعلم أنه لا يوجد ولم يكون هناك أي شكل من أشكال التطبيع بين الشعوب العربية والكيان الصهيوني المحتل. ما زالت الشعوب العربية رغم كل ما تعانيه من قضايا داخلية ومن استبداد ومن ظلم، لا زالت تدرك أن هذا الكيان هو شكل من أشكال العدوان الصريح والاحتلال عليها، وليس فقط على الشعب الفلسطيني وليس فقط على فلسطين. ولا يمكن أن يعني الزهو والفرح الصبياني الذي نشاهده لدى نتنياهو وهو يتصل مع شخص هنا أو هناك وكأنه حقق إنجازا وبطولة في معركة، هذا لا ينم إلا عن الانحدار في الواقع السياسي للكيان الصهيوني والشكل الذي أوصله أو الذي وصله بسبب مقاومة الشعب الفلسطيني وثباته على حقوقه المشروعة والثابتة في قضية الوطنية بشكل كامل. أستاذ بشار، على ذكر الإنجاز وأيضا الأهداف، يعني لو أخذنا تقرير لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، تقول في هذا التقرير أن اتفاقية التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب لن تضمن الحماية خاصة من دول الخليج من تهديدات إيران. لماذا إذن هذه الهرولة العربية للتطبيع؟ لا شك أن الواقع العربي يعاني من حالة انهيار حقيقية وتشوه في الرؤية، أو ما يمكن أن نسميه انحراف وحول حقيقي. نعم. العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون صديقا للعرب، لا يمكن أن يكون صديقا للمنطقة. هذا العدو هو غريب، عدو ومعتدي وغريب، والمنطقة فيها خلافات وفيها تباينات وفيها عدوان وفيها ظلم، لكن المنطقة بكل مكوناتها هي تبقى منطقة تعايش أبناؤها بمختلف طوائفهم ومختلف أعراقهم قرون من الزمن، وصاغوا مستويات إيجابية من المشروع الإنساني في هذه المنطقة. طرأ علينا إشكاليات حقيقية، المنطقة بحاجة، الدول في هذه المنطقة بحاجة إلى وقت معدات للتراجع عن
أي حالة ظلم وقعت هنا أو هناك خاصة ضد الشعوب، لكن هذا لا يلغي الحقيقة أن هناك عدو في المنطقة غريب سرطان هو الكيان الصهيوني وليس غيره. الخلافات الموجودة والتي فيها أطرافها من هذه المنطقة، هذه الدولة أو تلك الإمارات أو إيران أو غيرها، حلها ليس بالتحالف مع الكيان الصهيوني. المعتدي لا يمكن أن يكون صديق أو حليف في لحظة. اليوم هو معتدي على الشعب الفلسطيني وبنفس الوقت هو صديق للشعب الإماراتي، هذا مستحيل، لا يمكن أن يتم. الشعوب تدرك هذا الأمر والكيان الصهيوني يدرك هذا الأمر. الكيان الصهيوني لم يصفو لحظة لمصر التي وقعت معه اتفاقية منذ عام 1978. اعترض على كل ما يمكن أن يقدم مصر للعالم وأن تنشأ فيها نهضة حقيقية. هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يريد أن يرى هذا، الذي تخدعه الرغبة في المنصب والرغبة في استقرار الكرسي. لا يمكن إلا وأن يكتشف هذا، ولكن قد يكتشفه متأخرا. أستاذ بشار، القيادة الفلسطينية هددت بالانسحاب من جامعة الدول العربية، لكن هنا هل ستضغط هذه الخطوة إن حدثت على الدول العربية لوقف قطار التطبيع مع الاحتلال، تعتقد ذلك؟ للأسف واقع الجامعة العربية بائس ومؤلم ليس من اليوم، وتخلت عن كثير من مبررات وجودها، لكن لا أظن أن هناك خطوة حقيقية في الانسحاب من الجامعة العربية، لأن هذا لن يفيد ولن يغير في المشهد. المشهد مؤلم وبائس، لكنه بكل الأحوال أنا أقول لك أن ترامب ونتنياهو أرادا أن تكون حفلة التوقيع فيها أكثر من هذا العدد، أكثر من الإمارات والبحرين، لكنهما فشلا في ذلك. وهذا الفشل صحيح لا يطمئن، لكنه بنفس الوقت يؤكد أن الواقع العربي رغم هشاشته ورغم ضعفه إلا أن هناك ما زالت معاني من المقاومة ضد المشروع الصهيوني وضد الهيمنة الأمريكية على الواقع العربي، على الأقل برفض التساوق مع ما تريده إدارة ترامب، خدمة لها بالمناسبة بسبب أزمة ترامب في الانتخابات، وخدمة لنتنياهو أيضا بسبب أزمته في المجتمع الصهيوني. أستاذ بشار، الرئيس الأمريكي ترامب قال إن بلاده أوقفت الدعم المالي للفلسطينيين بحجة أنهم يسيئون للولايات المتحدة. هنا يعني من ناحية جدلية، كيف يمكن أن يرعى طرف منحاز اتفاقا يدعي أنه سيقود للسلام في المنطقة؟ كيف يستقيم ذلك؟ هذه عقلية المجنون ترامب. نعم. هذه الصورة التي لا تنم لا عن وعي في المنطقة ومعرفة في المنطقة، ولا عن إدراك للدور السياسي الذي يمكن أن تقوم فيه دولة عظمى على الإطلاق. وبالتالي هو يعاقب الفلسطينيين. الحقيقة أنه يعاقب الفلسطينيين لأنهم لم يستجيبوا بالشكل الذي أراده ترامب بخطواته المختلفة. وبالتالي هذه تؤكد أن ما يمثله ترامب في الإدارة الأمريكية لا يصلح على الإطلاق ليتصرف وليكون له أي دور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وهذا هو ديدن الإدارات الأمريكية، وإن كانت حالة ترامب هي حالة فاقعة مبالغة في الإسفاف ومبالغة في انتهاكات القيم والقوانين والأعراف الدولية والإنسان. من مدينة اسطنبول، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج بشار شلبي، شكرا جزيلا لكم.